السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النقطة العمياء، كلمتان تشيران إلى مسألة في غاية الأهمية والخطورة. تلك المسألة يعرفها معظم قائدي السيارات لأنهم يدرسونها في مدارس تعليم القيادة، بل ويحذرون منها أشد التحذير. فما هي النقطة العمياء وما هو سر خطورتها؟ عندما يكون قائد المركبة خلف عجلة القيادة فإنه يحتاج إلى أن يرى جميع الأجسام التي تتحرك حول سيارته لكي يقود بأمان. إنه ينبغي عليه أن يكتشف كل ما في هذه المنطقة التي تقع حول سيارته، ولكن وللأسف الشديد لا يحدث هذا في الواقع. فالسائق يرى الكثير من الأشياء لا كل الأشياء، فبعينيه المجردتين يستطيع السائق أن يكتشف المنطقة الأمامية، وبالنظر إلى المرآة الجانبية فإنه يستطيع أن يكشف المنطقة الخلفية، وبالنظر إلى المرآتين الجانبيتين فإنه يستطيع أن يكشف المنطقة الجانبية. ولكن تظل هناك منطقة عمياء لا يصل إليها نظر السائق، وكل ما يقع في تلك المنطقة يكون غائباً عن إدراك السائق ومختفياً عن نظره. وهنا تكمن الخطورة. الخطورة، كل الخطورة، أن يفترض السائق في تلك اللحظة أن تلك المنطقة خالية من السيارات، ويقوم بناء على هذا الافتراض بالمناورة وتغيير مسار سيارته، وحينها قد يفاجأ بظهور سيارة مسرعة من تلك المنطقة، وحينها سيكون الوقت متأخرا جدا لتفادي اصطدام مريع قد يذهب بالأرواح أو يسبب بالغ الجراح. أيها السيدات والسادة، لم آتي هذا اليوم لأعطيكم درسا مروريا أو لأتحدث عن هذه النقطة العمياء وعن خطورة عدم رؤية الأشياء القريبة منا. من المفارقات في هذه الحياة أن أقرب الأشياء إلينا قد يكون أخطرها علينا إن هو خفي علينا. جئت هذا اليوم لأتكلم عن نقطة عمياء من نوع آخر، وعن خطورة عدم معرفة أشياء قريبة أخرى منا. سؤالي الآن موجه لكم أيها الآباء والأمهات، من هم أقرب الناس إليكم في هذه الحياة؟ أليس أبناؤكم؟ هل تعرفون مشاعرهم الحقيقية تجاهكم؟ هل تعرفون إذا كانوا راضين عنكم أم حانقين عليكم؟ هل تصل مشاعر حبكم إليهم؟ أم هل يعتقدون أنكم تحاولون حرمانهم من ملذات الحياة؟ قبل أن تجاوبوا بنعم، أرجوكم فكروا مليا في الأمر. هل أنتم متأكدون أنكم تعرفون مشاعر أبنائكم تجاهكم؟ قبل 10 سنوات كنت واقفا في صالة المنزل، دخلت ابنتي الكبرى وكان عمرها 15 سنة، قالت: أبي، هل ساعدتني في إيجاد هاتف النقال؟ فقد أضعته في محل ها هنا في صالة المنزل. قلت لها حبا وكرامة: يا ابنتي، وأنا أستخرج هاتفي من جيبي. طلبت رقمها ومرت لحظات صمت مشوبة بترقب قبل أن ينبعث صوت رنين مكتوم من الأريكة التي كانت بجانبي.
مددت يدي داخل الأريكة فاصطدمت بجسم صلب، استخرجته فإذا به هاتفها وعلت وجهين ابتسامة النصر. ما أجمل أن يجد أحدنا شيئاً كان مختبئاً عنه، ولكن ليس في كل الأحوال. أحياناً تتمنى أنك لم تكتشف ما كان مخبئاً. عندما نظرت إلى شاشة هاتفها المضيئة راعني ما رأيت. الاسم الذي اختارته ابنتي لي كان صادماً. ابنتي سمتني في هاتفها لا، لام وخمس ألفات. نظرت إليها وأحسست في تلك اللحظة أني كنت أمام شخص غريب أكتشفه للتو. هذا هو شعور ابنتي نحوي؟ الرفض؟ أنا أمثل لها الرفض والحرمان؟ وأنا الذي أغدقت عليها من حناني وعطفي؟ شعرت أني كنت غافلاً، غضبت، صرخت في وجهها: أيتها البنت الجحود، تسمينني لا؟ وأنا الذي قلت نعم لوجودك في الحياة؟ قالت: أبي أرجوك لا تفهمني خطأً، أنا أحبك كثيراً وممتنة لكل شيء فعلته، ولقد فعلت لي الكثير، ولكن في كل مرة بعد لا كبيرة في البداية. لا، هذا غير صحيح، ربما قلت لك لا مرة أو مرتين، ولكن رفضي لطلباتك لا يعني أني لا أحبك، لأن هذه الطلبات قد تضرك وقد تضر جيبي. قالت: أرأيت يا أبي، ها أنت فعلتها، ابتدأت بلا ثم قلت الكلام اللطيف. قلت لها: لا جدوى من الحديث معك، اذهبي إلى غرفتك. مضت، ولكن بقي في القلب حسرة وفي الذهن سؤال يتردد: لماذا كنت أعمى عن مشاعر ابنتي الحقيقية طيلة هذه المدة؟ ومنذ متى بدأت عندها هذه المشاعر؟ هذا السؤال أقلقني كثيراً. أنا أبوها والإنسان الذي يفترض منه أن يحميها نفسياً وعاطفياً وجسدياً، فكيف أستطيع أن أقوم بهذا الدور وأنا لا أعرف حتى مشاعرها؟ قلقت، وشعرت في نفس الوقت أني كنت محظوظاً، محظوظاً أنها نفست عن مشاعر حنقها إلى جهازها، إلى هاتفها، ذلك الجهاز الأصم. كان من الممكن أن يكون هذا الطرف الثالث صديقة سوء أو أحد الذئاب البشرية المنتشرين في الشبكة العنكبوتية، والذين يتصيدون ذوي القلوب المنكسرة ويحاولون أن يحتووهم بمشاعر مزيفة حتى يوقعوهم في شباكهم. قررت أن أفعل شيئاً. حاولت أن أجيب على هذا السؤال: لماذا اختفت مشاعر بنتي الحقيقية عني؟ رجعت شريط حياتي، فتشت في علاقتي مع أبنائي وفي طريقة تعاملي معهم، ووجدت أن هناك 4 حواجز منعت مشاعر أبنائي من الوصول إلي. وألخص هذه الحواجز فيما يلي: الحاجز الأول هو ثقتي المفرطة. نعم، كانت عندي ثقة مفرطة بأني أعرف تماماً كيف يشعر أبنائي تجاهي. لا بد أنهم يحبونني، لا بد أنهم سيفسرون أي قسوة تبدو مني على أنها نابعة من الحب والحنان. ولكن هذه الحقيقة، في هذه الثقة المفرطة، لم تكن إلا جهلاً مركباً. فقصة ابنتي معي كشفت لي بأني
كنت لا أعرف مشاعرها ولا أعرف أني لا أعرف مشاعرها، وهذا الجهل المركب خطير جدا. الحاجز الثاني هو كبريائي. لقد تذكرت أنها أحيانا كانت عندما أقسو عليها تأتي لتعبر عن مشاعرها عن مشاعرها، ولكني كنت أعتبر ذلك التعبير تعديا على احترامي كأب، وأنه تجاوزا لحدود اللياقة، فكنت أنهرها وأقطع الحوار، أمارس حق الفيتو كأب في قطع الحوار معها. وهذا الحاجز الثاني للأسف سبب حاجزا آخر من جهة أبنائي، ألا وهو الاحترام. نعم، احترامهم لي منعهم من البوح بمشاعرهم لي. لماذا؟ لأنني أفهمتهم أن الحوار يتنافى مع الاحترام. إنها مسؤوليتنا نحن الآباء والأمهات، نحن من نؤسس لثقافة الحوار في المنزل. فإذا أفهمنا أبناءنا أن الحوار والبوح بالمشاعر وخاصة السلبية للأبوين أنه يتنافى مع الاحترام، فإنهم سيفهمون ذلك، ولربما ربوا أبناءهم على هذا الفهم. والحاجز الثاني الذي سببه هذا الكبرياء هو الخوف. نعم، لقد كانوا يخافون من أن يبوحوا بمشاعرهم تجاهي، لأنني كما ترون أب شديد، وأستخدم أحيانا بعض القسوة. أحسست في تلك اللحظة أن الخطوة الأولى يجب أن تبدأ مني لتصليح ما حدث ولإزالة تلك الحواجز الأربعة. فبدت لي فكرة، وضعت سبورة في صالة المنزل وأسميتها أبي جرح مشاعري، وقلت لأبنائي أبنائي الأحباء، في كل مرة أجرح مشاعركم اذهبوا إلى تلك السبورة واكتبوا ماذا حدث، صفوا لي مشاعركم، ولكن لا تحكموا على أفعالي. مثلا اكتب على السبورة: أبي عندما صرخت في وجهي أمام أصدقائي شعرت بالإحراج الشديد. أبي عندما حرمتني من الذهاب إلى الرحلة المدرسية مع أصدقائي حسست أني لا أحظى بالاهتمام مثل بقية زملائي، واترك الباقي لي. وبدأوا في كتابة تلك الحالات. بعد مرور شهر واحد، كم تتوقعوا عدد الحالات المسجلة؟ 15 حالة في الشهر الأول. وبعد مرور الشهر الثاني انخفض عدد الحالات انخفاضا رهيبا، فقد وصل إلى 14 حالة فقط. وبعد مرور سنة كم تتوقعون عدد الحالات؟ صفر. نعم، صفر. ليس لأنني أصبحت أبا مثاليا، ولكن لأنهم بدأوا يبوحون بمشاعرهم مباشرة إلي ومن دون الذهاب إلى السبورة، بعد أن ما أمنوا جانبي، بعدما كسرت تلك الحواجز، بدأوا يبوحون لي بمشاعرهم أولا بأول. وفتحت قناة حوار مفتوحة بين أبنائي. أيها السيدات والسادة، لا أطلب منكم بعد أن تعودوا إلى منازلكم هذه الليلة أن تفتشوا في هواتف أبنائكم عن أسمائكم فيها، ولا أطلب منكم أن تضعوا سبورات في صالة منازلكم. كل الذي أطلبه منكم أن تفتشوا في علاقاتكم مع أبنائكم
في طريقة تعاملكم معهم وتنشئتهم، عن أي حواجز قد تحول بينكم وبين معرفة مشاعرهم الحقيقية. وإذا وجدتم حاجزا من تلك الحواجز حطموه، وأنا أضمن لكم أنكم ستربون جيلا يشعر بالأمن والسعادة. حذاري أيها الآباء والأمهات أن تسمحون لمشاعر أبنائكم أن تتوارى عنكم في النقطة العمياء. شكرا لإصغائكم وطابت أوقاتكم.